بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. ميديا طن ونص هذا الشكل، الكود EC. زين، هذا دليل الله يحفظكم ان الضاغط لا يشتغل، الكمبرسر لا يعمل. ممكن تكون عندك مشكلة في المكثف او في الغاز او في الضاغط نفسه. زين، اول شيء الله يحفظكم راح تطفي الكهرباء او تقطع الكهرباء من القاطع الكهربائي. طبعا راح تقطع الكهرباء عن الجهاز نفسه. شغل الاضاءة ميديا. زين، تركه 5 ثواني بعدين ترد تشغله. راح تسمع صوت في الجهاز، ممكن راح يرد يشتغل. زين، حاول تعيد ضبط ريموت، حطه على اقل درجة، وايضا المود على الكنترول، وانتظر فترة بسيطة. ممكن راح يعطيك EC مباشرة، ممكن راح ياخذ وقت 5 دقائق. في هذه الاثناء اطلع للوحدة الخارجية وشوف الضغط هل اشتغل او لا. لا المروحة تعمل ولا الضغط يعمل. زين، راح تبند وتقطع الكهرباء عن الجهاز، تفتح القطاع. قبل لا تفحص المكثف وتنزع الاسلاك عن المكثف، مثل ما قلت تقطع الكهرباء، خذ لك صورة لطريقة التوصيل. زين، الاسلاك على اساس انك بعدين راح ترجعها نفس مكانه، وانزع جميع الاسلاك عن المكثف. سعة المكثف هذا تقريبا 55 مايكرو. جيب الكلامب ميتر مالك. زين، وتضعه على مؤشر قياس المكثف. زين، تتأكد انه انت في وضع قياس المكثف مايكروفراد. المكثف الثنائي ضع الاسلاك او اسلاك القياس في اي مكان ما يضرك طبعا، وخذ القراءة 54. زين، إذا المكثف سليم راح تشغل الجهاز وتحول القياس للفولت وتقيس الكهرباء في الكونتاكتر. راح تقيس الكهرباء في الكونتاكتر، عندك هذا لايف وهذا لايف وهذا لايف وهذا لايف وهذا نوترال. معطيني 2 هرتز. الحين طبعا التليفون حر صراحة، نشوف له وضع. تقريبا عندي مشكلة في الكونتاكتر، ممكن لا يعمل، نتحرك. شو يتحرك الكونتاكتر. أقيس الكهرباء مباشرة من السلك الواصل من الوحدة الداخلية مع الكونتاكتر. هنا في كهرباء 230 فولت، لكن في هالنقطتين هذولا اللي شغل الكونتاكتر لا يوجد أي كهرباء. الكونتاكتر تعرف كونتاكتر الملف من داخل محروم. دي كونتاكتر. لاحظوا الملف كيف شكله. هذا المحفوظ. تقريبا عندي نوع ثاني. جربه. شوف المناسب. زين،
الذي يناسبك. هذا نفس القديم اللي عندي، راح استخدمه. خذ الصورة. زين، شغلنا الجهاز وراح ننتظر تقريبا 5 دقائق أو 3 دقائق لغاية ما تشتغل الوحدة. طبعا حاليا نقيس الفولت بين كونتاكتر، لا يوجد أي فولت، لأنه راح تاخذ تقريبا 3 دقائق لغاية ما تشتغل الوحدة. اشتغلت الوحدة، ما روح اشتغلت، لا تشتغل. المشكلة كانت فقط في الكونتاكتر. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، وأنت إن شاء الله أكون في نقاط أكثر متعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وإبداء الإعجاب وأيضا نشر الإحباب. أشوفكم على خير إن شاء الله.